السلام عليكم، معكم مس منال عبد الهادي من مدرسة خلدة الثانوية للبنات. أهلا وسهلا فيكم طالباتنا بالتوجيه. عندنا اليوم الدرس الأول القوة الكهربائية والمجال الكهربائي. هذا الفيديو حيساعدك تتذكري الأشياء اللي شرحناها وتركزي أكتر فيها، وفي نهاية الوحدة أكيد في فيديو تاني حتى نعمل مراجعة لبعض حلول الأسئلة. يلا يعطيك العافية، تفضلي معانا. بسم الله. في هذا الفصل اللي هو المجال الكهربائي حناخد عن القوة الكهربائية والمجال الكهربائي في أول درس، واللي هو هذا الباوربوينت أو هذا الفيديو. الدرس الثاني المجال الكهربائي الناشئ عن شحنات نقطية. الدرس الثالث المجال الكهربائي المنتظم. أما حماية الأجهزة الإلكترونية من المجالات الكهربائية الخارجية فهي مطالعة ذاتية صفحتين 25-26. نبدأ بدرسنا القوة الكهربائية والمجال الكهربائي. طبعا حكينا في خلال الحصة أنه بتتكون المادة من ذرات، والذرة في داخلها نواة فيها بروتونات ونيوترونات. النيوترونات متعادلة لكن البروتونات موجبة، والإلكترونات سالبة الشحنة وهي الأقل كتلة والأسهل في الحركة، لذلك يتم فقدها وكسبها بين الذرات. والذرة المتعادلة العادية بيكون عدد الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات، فإذا الذرة حتصير موجبة الشحنة هذا بسبب أنها فقدت إلكترونات. ماذا يحصل لها إذا اكتسبت إلكترونات؟ تصبح شحنتها الكلية سالبة. وفي مبدأ تكمية الشحنة وهو قانون مهم، شحنة أي جسم، هذا نص شحنة أي جسم، يجب أن تكون من مضاعفات شحنة الإلكترون. من مضاعفات شحنة الإلكترون، هذا هو مبدأ تكمية الشحنة. يتلخص بهذه العلاقة شين، وهي شين الجسم، تساوي نون في شين إي اللي هي شحنة الإلكترون. إذن شحنة الجسم شين تساوي نون وهو عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة، وهو عدد صحيح، قد يكون 1، 2، 3، 4 إلى آخره. ممكن يكون رقم مضروب في 10^20، مضروب في 10^10، المهم قوة موجبة. شين إي اللي هي شحنة الإلكترون، وهي أصغر شحنة في حرة في الطبيعة، وتساوي رقم ثابت وهو يكون معطى في اختبارات الثانوية العامة، يساوي 1.6 × 10^-19 كولوم، وهي الشحنة الأساسية. طبعا الجسم شحنته هتكون موجبة إذا فقد إلكترونات، هتكون سالبة إذا اكتسب إلكترونات. نون دائما يعوض بإعداد صحيحة موجبة. نشوف العلاقة البيانية بين شين الجسم ونون اللي هي شحنة عدد الإلكترونات، عفوا عدد الإلكترونات نون، تكون دائما علاقة خطية طردية. كل ما زاد نون، إذا بزيد العدد عندي نون أكيد شحنة الجسم حتزيد، والعلاقة خطية طردية، إذا نرسمها مستقيم بهذا الشكل. بالنسبة هلأ للشحنات اللي حنتعامل معاها ونتكلم عنها في مسائلنا، هي شحنات نقطية. فإيش الشحنة النقطية؟ هي شحنات حنرسمها عادي دوائر على الدفتر أو على الكتاب، دوائر نحط إشارة موجب أو سالب في داخلها، وهي بتكون أبعادها صغيرة جدا بالنسبة للمسافات بينها. يعني المسافة بينها وبين أي شحنة نقطية أخرى مسافة كبيرة، فمن كثر ما هي المسافة بعيدة بنعتبر هاي الشحنة وكأنها نقطة تتركز فيها الشحنة كلها. تمام، ننتقل. نعم، الآن طبعا حكينا أنه في عندنا قوة كهربائية حتكون إذا متبادلة بين شحنتين نقطيتين لما يكونوا بجانب بعض. هلأ هاي القوة الكهربائية في منها نوعين، عندي قوة تنافر وقوة تجاذب. طبعا التنافر بين سالبة وسالبة أو بين موجبة وموجبة، تجاذب فيش غير حالة واحدة بين موجب وسالب، إذن لازم للتجاذب تكون شحنتين مختلفتين. مقدار هذه القوة الكهربائية طبعا رح يتناسب بناء على تجارب العالم كولوم، هيتناسب طردي مع مقدار كل من الشحنتين النقطيتين. الشحنة النقطية الأولى رمزها شين واحد، الشحنة النقطية الثانية شين اتنين، هيكون عكسي مع مربع المسافة بينهما. وكيف هذه عرفناها؟ عرفها العالم كولوم إذن تجريبيا، وبعدين نحط العلاقة الرياضية. تعتمد هذه القوة الكهربائية طبعا أيضا على طبيعة الوسط، إذا تعتمد على ثلاث أشياء موجودين. تعتمد طردي مع الشحنتين، مع مقدار كل من الشحنتين، عكسيا مع مربع المسافة بينهما، وتعتمد أيضا على طبيعة الوسط الذي توجد فيه الشحنات. إذا على ثلاث أمور. العلاقة الرياضية الخاصة بقانون كولوم هي كالتالي: ألف في شين واحد في شين تنين مقسومة على فا تربيع، قاف كاف هي القوة الكهربائية طبعا بوحدة نيوتن، ألف هي ثابت كولوم وهي تعتمد على الوسط نفسه.
فبالنسبة للثابت ألف هو ثابت كولوم بيعتمد على طبيعة الوسط زي ما تكلمنا، هو يعبر عن قيمة أخرى يعني له معادلة تانية اللي هي يساوي واحد مقسومة على أربعة باي إبسلون، هاي القيمة أو هذا الرمز هو إبسلون هاي باي اللي نفسها اللي بتعاملوا فيها بالرياضيات. بالنسبة لإبسلون هي السماحية الكهربائية للوسط، فإذا كان الوسط فراغ أو هواء فإنها بنحط عليها إبسلون نوت. إبسلون نوت دي هي سماحية خاصة في الفراغ أو الهواء، وتساوي قيمة ثابتة 8.85 في 10 قوة سالب 12 كولوم تربيع لكل نيوتن في متر تربيع. هذه الوحدة ورجناكم في الحصة كيف ممكن نوجدها. وعليه فإن قيمة الثابت هي 1 على 4 باي إبسلون نوت حتعطيني ألف. إذا ألف من اليوم وطالع بنصير نعودها أثناء حل المسائل، وهذا فقط اللي بيقتصر عليه حلك التوجيهي في الثانوية العامة، بغض النظر أنه لازم نفهم أنه هاي إبسلون تعتمد على الوسط، لازم لما أجي أعوض ألف في القانون هي 9×10⁹ نيوتن في متر تربيع لكل كولوم تربيع. لاحظي وحدات الألف نيوتن في متر تربيع لكل كولوم تربيع عكس تماما وحدة أو مقلوب وحدة الإبسلون نوت مقلوبها. فهذه القيمة إذن هي اللي حنعوضها في مسائل الحل. لاحظوا العلاقات البيانية بين قاف وفاء تربيع بهذا الشكل، عندي قاف مع فاء تربيع علاقة زي ما حكينا عكسية، هذه العلاقة عكسية مع مربع المسافة بينهم بترسم بهذا الشكل، هذه العلاقة العكسية مع مربع المسافة. أما العلاقة بين قاف واحد على فاء تربيع، طبعا نقدر إذا نفصل واحد على فاء تربيع على طرف ونتكلم عن العلاقة إنها حتكون علاقة طردية خطية بين قاف وواحد على فاء تربيع. ننتقل إذن على اللي بعده. نيجي نتكلم على شيء مهم، هنا وحدة قياس ثابت كولوم، كيف أطلع وحدة القياس؟ في أي وقت ممكن الواحد ينسى؟ ممكن تستعيني بهاي الطريقة بأي مواضيع أخرى في الفيزياء حتى نطلع وحدة قيمة ثابتة أو قيمة مجهولة عنا. فباجي بحط قانون القوة الكهربائية اللي هو قانون كولوم بيساوي ألف في شين واحد في شين تنين على فاء تربيع. أنا عندي شين واحد وشين تنين مضروبين في ألف وفاء تربيع مقسومة عليها. فباجي بنقل شين واحد في شين تنين على فاء تربيع إلى الطرف الآخر حتى أفصل ألف عن باقي الرموز أو باقي الكميات. فألف بدي إياها بطرف لوحدها، فحسب الرياضيات عندي شين واحد في شين تنين هون مضروبة بتنقل على الطرف الثاني بتصير مقسومة. إذا بحط على شين واحد على شين في شين تنين، فاء تربيع هون قسمة فاء تربيع بنقولها على الطرف الثاني بتصير ضرب فاء تربيع، وبيطلع النتيجة بهذا الشكل، ألف تساوي قاف في فاء تربيع على شين واحد في شين تنين. عادي، إذا أنا حركت بس المتغيرات اللي هون على الطرف الآخر، فهي مهارات رياضيات. ألف عندي هون حولها أقواس مربعة، ما معنى أقواس المربعة هذه؟ معناها وحدة قياس ألف، وحدة قياس هذه الكمية اللي بين القوسين. إذا وحدة قياس ألف تساوي وحدة قياس قاف في وحدة قياس فاء تربيع على مقسومة يعني على شين، وحدة قياس شين واحد مضروبة في وحدة قياس شين تنين. إذا أنا هلا ما بدي أعوض أرقام في الخطوة اللي بعدها، بدي أعوض وحدات. وحدة قاف بحط نيوتن، طبعا وحدة القوة نيوتن. فاء تربيع أنا المسافة لوحدها متر، متر في متر تربيع، إذا متر في متر عفوا تصير في متر تربيع بهذا الشكل بكتبها. شين واحد في شين تنين كل وحدة منهم وحدتها كولوم، فبصير عندي كولوم تربيع. هذه الوحدة كلها هي وحدة ثابت كولوم. إذا نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع، وطبعا كم قيمتها؟ ألف هي 9×10⁹، وهذا اللي حكيناه بالسلايد اللي قبل. فبنضيف لها إذا هذه الوحدة. ماذا بالنسبة لوحدة إبسلون نوت؟ وحدة إبسلون نوت تماما عكس هذه الوحدة أو مقلوبها. وحدة إبسلون نوت هي كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع، إذا عكس هذه الوحدة. طيب كيف أنا أوجدها؟ بستخدم العلاقة اللي هي ألف تساوي واحد على فوق على أربعة باي إبسلون نوت، وبتحكم وبغير الحدود حتى أحصل على إبسلون نوت في طرف والباقي في طرف آخر، فبتطلع معي بعد ما أعوض الوحدات، طبعا أربعة باي ما إلها وحدة، فبتصفي وحدة ألف هي مقلوب وحدة إبسلون. إذا عندنا إحنا القوة الكهربائية هنا اللي عم بتأثر هي ذات تأثير عن بعد، ما دامها تأثير عن بعد إذا هي قوة مجال بنسميها، قوة مجال مثلها مثل قوة الجاذبية الأرضية والقوة المغناطيسية إلى آخره، بتأثر من بعد مسافة. إذا في حولها مجال، فبي مجال عندي كهربائي.
مجال الكهربائي حول أي شحنة نقطية بقدر أعرفه أو أكشف عنه عن طريق استخدام شحنة اختبار صغيرة. هيها نقطة شحنة نقطية صغيرة موجبة تسمى شحنة الاختبار. إذا شحنة الاختبار هي نوع من أنواع الشحنات النقطية، لكن هي اصطلاحا دائما موجبة، وهي أصغر من الشحنات الأخرى، أصغر من الشحنة النقطية. أي مثلا عندي شحنة نقطية رمزها شين، شحنة الاختبار هذه موجبة بنرسمها أصغر، وهي شحنة موجبة اصطلاحا. ليش بعتبرها دائما موجبة؟ حتى نكشف عن اتجاه المجال الكهربائي بشكل واضح. دائما صغيرة فهي سهل حركتها، مش الشحنة النقطية اللي عندي مرسومة هون أو المولدة للمجال اللي حتتحرك، أنا عندي شحنة الاختبار اللي حتتحرك. شحنة الاختبار موجبة، فموجب مع موجب في تنافر، فبالتالي فبرسم اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة الاختبار بهذا الاتجاه على امتداد الخط الواصل بين الشحنتين. لو كانت الشحنة على السين الموجب فبتكون عندي تأثير باتجاه السين الموجب، وهكذا. طبعا مهم شحنة الاختبار، أنا أعرف أنه هي زي الشحنة النقطية، لكن ماذا؟ هي أصغر وموجبة دائما، ما بتأخذ شحنات سالبة أبدا، وبنحطها الهدف منها فقط الكشف عن المجال الكهربائي حول الشحنات المولدة أو الشحنات النقطية. طيب إحنا عندنا قبل ما ننتقل على السلايد الثانية عندنا سؤال. أنا عندي قانون كولوم أمامي، في هذا القانون لو أنا ضاعفت الشحنة، ضاعفت الشحنة، إذا ضربت إحدى الشحنتين ضرب اثنين، ماذا يحصل للقوة الكهربائية؟ القوة الكهربائية رح تزداد الضعف، ما تقول لي بس تزداد، هي تزداد الضعف أو تتضاعف، يعني بتنضرب القوة الكهربائية الناتجة في اثنين. طيب ماذا يحصل لو ضاعفنا المسافة؟ بدل فا أنا عملت اثنين فا، اثنين ضرب فا، أنا ما عم بحكي على الفا تربيع، بحكي على الفا فقط، ضاعفت المسافة أي ضربت إحدى المسافات في اثنين. يعني هي المسافة، عفوا ضاعفت المسافة يعني ضربت المسافة في اثنين، ما في إحداها، هي نفسها المسافة ضربتها باثنين. ماذا يحصل وقتها القوة الكهربائية؟ ما ننسى أنه هون في تربيع، فالتنين حتصير هون تنين فاء تربيع، يعني حتصير عندي أربع فاء تربيع، نتيجة النهائية أربع فاء تربيع. إذن القوة ستقل إلى الربع، القوة عندنا ستقل إلى الربع، وهذا الشيء كمان تم مناقشته بالحصة. ننتقل على اللي بعده. إذا الآن نتكلم عن تعريف المجال الكهربائي اللي حكينا عنه، بنستخدم شغل عند اختبار لكشف عن اتجاهه. تعريفه هو القوة الكهربائية المؤثرة في وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة عند تلك النقطة، وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة عند تلك النقطة، يعني نستخدم شحنة الاختبار فيه. إذا حسب التعريف المجال الكهربائي، إذا هي القوة الكهربائية مقسومة على شيء نقطة اللي هي الشحنة المتأثرة بهذا المجال. المجال لاحظ فيه إشارة متجه فوقه، هذا بمعنى أنه هو عنده مقدار واتجاه، المجال له مقدار واتجاه، المقدار يحدد بهذا القانون، أما الاتجاه تكلمنا عنه بيحدده باتجاه شحنة الاختبار الموضوع حوله. قاف كاف هو قانون من قانون كولوم، شين نقطة هي شحنة الموضوعة أمام أو متأثرة بالمجال الكهربائي اللي عندنا. نلاحظ كمان في هنا عندنا معلومة، ممكن استخدام هذا القانون إذا أصبح المجال الكهربائي عند نقطة ما معلوم، فإنه يمكن حساب القوة الكهربائية المؤثرة في أي شحنة كهربائية شيء نقطة توضع عند تلك النقطة من هذه العلاقة. هذه العلاقة من وين جت؟ قاف كاف تساوي ميم في شين نقطة، من القانون هذا نفسه، تغيير أماكن الحدود، قاف كاف وضربنا شين نقطة في المجال حتى نحصل على قاف. إذا كان المجال معلوم والشحنة معلومة بإمكاننا نطلع قاف من القانون نفسه. طبعا نقاس المجال الكهربائي بوحدة النيوتن لكل كولوم، أما القوة الكهربائية إحنا نعرفها نيوتن، لكن المجال نيوتن لكل كولوم، وأصلا حتى لو نسيناه بنقدر نطلع على القانون نتذكر نيوتن لكل كولوم من القانون نفسه. نيجي بالنسبة لخطوط المجال الكهربائي اللي هي حتعبر عن الاتجاه. تعريفها هي المسار الذي تسلكه شحنة الاختبار الموجبة حرة الحركة عند وضعها في المجال الكهربائي، يعني حنستعمل شحنة الاختبار اللي هي عم بحكي لك شروطها، هي زي الشحنات النقطية لكنها على فكرة صغيرة جدا، موجبة حرة الحركة موضوعة في المجال الكهربائي. عندي خصائص لخطوط المجال الكهربائي، أولا لا تتقاطع زي ما احنا شايفين، عندي خطوط المجال اللي هي باللون الوردي حول الشحنة الموجبة بهذا الشكل لا تتقاطع، وأيضا حول السالبة، هنا حول الموجبة والسالبة، وأيضا يمكننا رسمها بين موجب وموجب أو بين سالب سالب، هي لا تتقاطع، هذه إحدى خصائص خطوط المجال.
ثاني خاصية، تبدو خارجة من الشحنة الموجبة وداخلة في الشحنة السالبة. طبعا تخرج من الموجبة بهذا الشكل وتدخل دائما في السالبة، حتى بهون تخرج من الموجبة وتدخل في السالبة. ما السبب؟ السبب هو لأن شحنة الاختبار نفسها موجبة، فستتنافر مع الموجبة وتخرج بعيدا عنها، تتجاذب مع السالبة تدخل باتجاهها، لأنها شحنة الاختبار حكينا موجبة. فإذا حطينا هنا شحنة اختبار موجبة، شو حتعمل مع سالب؟ تجاذب. أيضا إذا وضعناها بهذا الشكل شحنة الاختبار في المنطقة بين الموجب والسالب، فإنها ستتنافر مع الموجب تتجه باتجاه السالب. أيضا خاصية ثالثة، تدل كثافة خطوط المجال الكهربائي في منطقة ما. وشو هي الكثافة؟ معناها عدد الخطوط التي تخترق وحدة المساحة عمودية في مقدار المجال الكهربائي، ستتأثر على مقدار المجال الكهربائي. بمعنى إذا أخذنا هنا مساحة محددة، هذه المساحة وأخذنا مساحة مساوية لها منطقة أبعد من الشحنة، أخذنا مساحة محددة، مساحة ثابتة، مساحة هنا ومساحة هنا، هذه المساحة لعدد الخطوط اللي تخترقها عموديا، أي كثافة الخطوط، مين كثافة الخطوط أكثر، في هذه المنطقة أم في المنطقة الأبعد؟ طبعا كثافة الخطوط في المنطقة الأقرب للشحنة هي أكثر، هذا يدل على أن مقدار المجال الكهربائي في المنطقة الأقرب للشحنة هو أكبر من المنطقة البعيدة. إذا المجال كل ما اقتربنا من الشحنة يزداد، وكل ما ابتعدنا عن الشحنة يقل المجال. أيضا خاصية ثالثة، يحدد اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة ما برسم مماس لخط المجال الكهربائي عند تلك النقطة. طبعا الاتجاه لما تكون الخطوط مستقيمة واضح اتجاه الخط المستقيم، لكن لما يكون منحني بهذا الشكل، هذا اللي بنتكلم عنه. بنأخذ مثلا عند نقطة بهذا الشكل المجال مرسوم منحني، لكن إذا بدي أنا المجال في النقطة هذه فقط، في هذه النقطة، فهو عبارة عن المماس، هي الاتجاه محدد عليه ميم ومتجه. إذا عندي هذا المماس هو خط يمس المنحنى في هذه النقطة ولا يقطعه، ما بيعمل معه إشارة إكس، يعني ما بيسوي تقاطع، هو يمس فقط. ولو حطينا المسطرة حنلاقيها تمس فقط، عاملة تماس مع المنحنى في هذه النقطة فقط، فهذا هو اتجاه المجال الكهربائي. طبعا ليش بهذه الجهة مش بالاتجاه العكس؟ طبعا لأنه المنحنى بهذا الجهة، بهذا الاتجاه. نيجي على أسئلة عشان نتأكد من الفهم. ما العوامل التي يعتمد عليها اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة توضع عند نقطة معينة في مجال كهربائي؟ شو العوامل اللي بتأثر على اتجاه القوة؟ لاحظ نوع أو إشارة الشحنة المولدة للمجال وإشارة الشحنة المتأثرة. عندي شحنة مؤثرة وشحنة متأثرة، فالعوامل اللي بتعتمد على القوة الكهربائية اتجاهها هذه القوة الكهربائية هي نوع الشحنة. نعرف طبعا لو كانوا عندي شحنتين موجبتين فإنه في قوة تنافر، فبنقدر نحدد اتجاهها، ولو كانوا موجب سالب فبنقدر نعرف إنه في قوة تجاذب فبنقدر نحدد اتجاهها. إذن هي بتعتمد على إشارة الشحنة المولدة والشحنة المتأثرة. أنا عندي إذن شحنتين. السؤال الثاني، شحنة نقطية مقدارها سالب 1 × 10^-9 كولوم وضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة كهربائية قاف كاف متجه تساوي 6 × 10^-3 نيوتن فاصلة 30 درجة. احسبي المجال الكهربائي عند نقطة في مقدارا واتجاها باء القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة 2 × 10^-9 كولوم توضع عند النقطة مقدارا واتجاها. نيجي نحلل السؤال. شحنة نقطية مقدارها سالب 1 × 10^-9 كولوم، هاي هي الشحنة النقطية اللي بنتعامل معها، وضعت في نقطة في المجال تأثرت بالقوة، القوة لاحظ في عندي مقدار واتجاه، وهي عندنا حاطط قاف متجه، مقدارها 6 × 10^-3 نيوتن اتجاهها 30 درجة. 30 درجة هاي بتكون من محور السينات الموجب، من محور السينات الموجب 30 درجة عكس عقارب الساعة، إذا هذا هو المتجه للقوة الكهربائية. هو مش مطلوب رسم، لكن الرسم بيوضح لكم. الشحنة مقدارها 1 × 10^-9، النشارة السالبة هي نوع الشحنة أو صفة الجسم، ما في داعي إذن نعوضها للإشارة في المجال. المجال الكهربائي إذن نحل الفرع الأول، مجال قاف على شين، عندي هذه العلاقة لغاية الآن فقط، قاف على شين، قاف القوة موجودة في السؤال 6 × 10^-3، عوضناها من السؤال نفسه، شين وهي الشحنة واللي بناخدها بدون إشارتها 1 × 10^-9
إذا 1 × 10^-9 المجال النهائي، 6 × 1 = 6. 10^-3 مقسومة على 10^-9، شو بعمل بالأسس؟ نعم بطرحها، سالب 3 ناقص الناقص 9، ناقص الناقص 9 أصير عندي موجب، أو إني بعرف بالرياضيات إنه سالب 9 لما أجي أرفعها لفوق بتصير موجب 9، نفس الطريقة. إذا سالب 3 + 9 بطلع الأس 6. إذا 10^-6 نيوتن لكل كولوم، وهي وحدة المجال، ما ننسى الوحدات بالإضافة للقيم. الآن الاتجاه، لازم أطلب مقدار الاتجاه. إذا برجع لموضوع الاتجاه، بما أن الشحنة المتأثرة سالبة، وهذه قاعدة دائما بحفظها، بعرف أنه دائما بما أن الشحنة المتأثرة سالبة فيكون اتجاه المجال الكهربائي عكس اتجاه القوة الكهربائية. المجال الكهربائي عكس اتجاه القوة الكهربائية لمين؟ لشحنة سالبة. فالشحنة كيف عرفت سالبة من السؤال؟ كان حاطط لي اتجاه نوعها سالب. كيف أعمل المتجه وعكسه؟ بإني أخذ أجمع له 180 درجة. أنا عندي المتجه إذا المجال على 30 درجة اتجاهه، بجمع له 180 درجة حتى أجد معكوسه، عكس المتجه بجمع له 180. إذا الزاوية للاتجاه 30 درجة زائد 180 درجة بيطلع 210. هل بكتفي لهون؟ هون خلص الحل؟ لا، لازم أحط في سطر وحده لوحده الميم متجه، لأنه هنا طلعنا ميم كمقدار فقط، هنا طلعنا اتجاه فقط، لازم أحطه بجملة كاملة متكاملة. ميم متجه بساوي 6 × 10^-6 نيوتن لكل كولوم اللي حسبناها، فاصلة، وبحط الاتجاه الزاوية اللي هي عكس اتجاه، نعم القوة عكس اتجاه المجال متعاكسين، فبتطلع 210 زي ما حسبناها. هذه الإجابة الكاملة. نيجي ننتقل على الفرع باء. القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة 2 × 10^-9 كولوم، توضع حكينا في النقطة بده مقدار واتجاه القوة هذه الكهربائية. أنا كيف بقدر أحسب القوة الكهربائية؟ قانون كولوم ألف في شين واحد في شين تنين على فاء تربيع. أنا ما عندي لا شين موجودة هنا قوة مؤثرة في شحنة واحدة، وأنا ما عندي فاء أصلا، ما عنديش المسافة. فخلينا إذا نستخدم قانون القوة الكهربائية، ميم في شين نقطة، ميم ضرب شين نقطة، الميم اللي هي المجال اللي حدلناه في الفرع الأول 6 × 10^-6، شين نقطة هي الشحنة الموضوعة في الفرع الثاني، القوة الكهربائية المؤثرة في هذه الشحنة التي توضع عند النقطة. فعندي شحنة 2 × 10^-9 هي اللي بنعوضها. نتيجة القوة الكهربائية 6 × 2 = 12، 6 × 10 = 6 مضروبة في 10^-9، شو بعمل بالأسس؟ بجمعهم، 6 + 9 إذا 6 - 9 يعني -3 الجواب. 12 × 10^-3 نيوتن، ولازم أوضع الزاوية 210 درجات. لاحظ إنه هون القوة كمتجه، لازم إذا مقدارها وحدتها اتجاهها. هيك خلصنا هذا السؤال. الآن أسئلة الكتاب صفحة 10. السؤال الأول، هل يمكن للجسم مشحون أن يحمل شحنة 3 × 10^-19 كولوم؟ فسر إجابتك. إذا عندنا الشحنة اللي بهذا الشكل هي شحنة الجسم، إحنا عندنا القانون اللي بيمكننا من حساب إذا كان في جسم بهذه الشحنة أو لا، هو قانون تكمية الشحنة، شين يساوي نون عدد صحيح مضروبة في شحنة الإلكترون. ممكن نستخدم القانون بهذا الشكل ونعوض ونطلع نون كمجهول، أو ممكن نأخذ القانون اللي اشتغلنا فيه شوي بالحصة اللي هو نون يساوي القيمة المطلقة لناتج قسمة شحنة الجسم مقسومة على شحنة الإلكترون، برضو إذا أخذناه من هذا القانون، نون يساوي القيمة المطلقة لشحنة الجسم مقسومة على شحنة الإلكترون، وبنقرر وقتها إذا نون، طبعا بيكون الناتج، إذا نون كان عدد صحيح فإنه يوجد جسم بهذه الشحنة، أو يمكن للجسم أن يكون مشحون بهذه الشحنة. إذا كانت نون عدد غير صحيح فلا يوجد جسم يحمل، أو لا يمكن أن يكون هناك جسم يحمل هذه الشحنة. فشين عندي اللي هي شحنة الجسم موجودة بالسؤال، 3 × 10^-19 نون مجهولة، شين الإلكترون رقم ثابت 1.6 × 10^-19، حنقسم الطرفين على هذه القيمة اللي هي شحنة الإلكترون حتى نتخلص منها ونخلي نون بجهة لوحدها. 3 مضروبة في 10^-19 وين راحت 10^-19 مقسومة على، لأنها 1.6 × 10^-19، ففي البسط والمقام مضروبة 10^-19 اختصرناهم، بيطلع معي الجواب 1.875 بالألف. وبما أن نون عدد غير صحيح، هي القيمة عدد غير صحيح، هي بين الواحد والاثنين،
فهذه شحنة ليست من مضاعفات شحنة الإلكترون، وذلك وفقا طبعا لمبدأ تكمية الشحنة. وبالتالي لا يمكن، إذا لازم نكتب هذه الإجابة بالآخر، لا يمكن أن نجد جسما شحنته 3×10^19 كولوم. السؤال الثاني من صفحة 10، يعد الكولوم وحدة قياس كبيرة نسبيا من الناحية العلمية، وضحي ذلك عن طريق حساب عدد الإلكترونات التي يفقدها الجسم أو يكسبها لتصبح شحنته 1 كولوم. بدنا نلاقي إذن هنا عدد، عم بيقول لي عدد الإلكترونات اللي يفقدها ويكسبها، وإذا العدد كبير معناته فعلا الكولوم هي وحدة قياس كبيرة نسبيا. نيجي نطبق القانون شين تساوي قانون تكمية شحنة نون في شين الإلكترون، أو بضع نون على طول، هي شحنة الجسم على شحنة الإلكترون بقسم بطلع. شحن الجسم أو الشحنة الكلية اللي بنتكلم عنها هي 1 كولوم، فقط بحط 1. نون شحنة اللي هو عدد الإلكترونات، نون مضروبة في شحنة الإلكترون. ناتج النهائي الآن نون تساوي، وبنقل شحنة الإلكترون للطرف الثاني فبتصير مقسومة، 1 على 1 مقسوم على 1.6×10^19، النتيجة النهائية 625 بالألف مضروبة في 10^19 موجب. نعم، بقدر أحرك الفاصلة وأخليها مضروبة في 10^18، ما بيفرق إلكترون. نلاحظ إنه هذا العدد، يا الله شو مضروب في 10^18، أو بنفس العدد الأول اللي طلع معي مضروب في 10^19، هو عدد كبير جدا. يعني لسه لازم أحرك أنا هنا مثلا بهذا الرقم اللي مضروب ب10^19، لازم أحرك الفاصلة لليمين 3 منازل، وكمان أحط 16 صفر على اليمين، لسه 16 صفر على اليمين، هذا عدد كبير جدا على الجسم أن يفقده أو يكسبه حتى تصبح شحنته 1 كولوم. ففعلا 1 كولوم هي شحنة كبيرة نسبيا. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث كالتالي، بيّني كيف يمكن الإفادة من خطوط المجال الكهربائي في معرفة كل من: ألف مقدار المجال الكهربائي في نقطة ما، ب اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة. طيب نيجي عند ألف، كيف بدي أعرف مقدار المجال الكهربائي في نقطة ما؟ من كثافة الخطوط، حيث يكون مقدار المجال كبيرا في المنطقة التي تتقارب فيها الخطوط فتكون كثافتها أكبر. لازم ننتبه على الكلمات، ما نستخدم كلمات ما إلها علاقة، لازم نقول تتقارب فيها خطوط المجال، المنطقة التي تتقارب فيها خطوط المجال تكون كثافتها أكبر، بينما يكون المقدار صغيرا، مقدار صغير في المنطقة التي تتباعد، كلمة تتباعد فيها خطوط المجال فتكون كثافتها أقل بهذا الشكل. أما ب اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة، احنا بنعرف نحدد اتجاه المجال برسم مماس على خط المجال عند تلك النقطة، ولو كان خط مستقيم فهو نفسه الخط المستقيم، لكن لو كان منحني لازم رسم مماس عند تلك النقطة. السؤال اللي بعده، السؤال الرابع، وضعت شحنة اختبار موجبة عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة باتجاه المحور الصادي السالب. إذا تأثرت بقوة باتجاه المحور الصادي السالب. ألف ما اتجاه المجال عند تلك النقطة؟ ما اتجاه المجال؟ نيجي نحل السؤال. بما أن شحنة الاختبار حكينا موجبة في السؤال، تأثرت شحنة الاختبار موجبة، فإن المجال الكهربائي يكون باتجاه القوة الكهربائية المؤثرة فيها. إذا اتجاه القوة واتجاه المجال بيكونوا بنفس الاتجاه إذا كانت شحنة الاختبار موجبة. لو حكينا عن شحنة سالبة مثل سؤال الحل اللي قبل، فكان اتجاه المجال عكس اتجاه القوة، فهذا شيء مختلف. فإذا هنا شحنة الاختبار موجبة، فاتجاه القوة باتجاه المجال، أي أن اتجاه المجال عند تلك النقطة يكون باتجاه محور الصادات السالب، لأنه هذا اللي ذكره في السؤال، أن المجال كان القوة عفوا باتجاه المحور الصادي السالب، فاتجاه المجال بالتالي اتجاه المحور الصادي السالب. فرع ب، إذا وضعت إلكترون بدلا من شحنة الاختبار، هل يتغير مقدار المجال الكهربائي أو اتجاهه عند تلك النقطة؟ فسر إجابتك. طبعا مقدار المجال عند نقطة هنا يعتمد على الشحنة، هي مصدر المجال المسبب للمجال، لا يعتمد على مقدار الشحنة الموضوعة عند النقطة. واتجاه المجال، هذا اتجاه المجال اللي بيهمني، يحدد باتجاه القوة المؤثرة في شحنة اختبار، لا يعتمد على نوع الشحنة اللي هي الشحنة الموضوعة عند النقطة، لذا لن يتغير مقدار المجال أو اتجاهه. إذن هنا عم نتحدث عن المجال، إذا المجال اللي بيأثر على الموجبة أو على السالبة لن يتغير مقدار المجال حكينا هنا أو اتجاهه،
يعني حطينا بدل الشحنة الموجبة حطينا شحنة سالبة تجاه المجال نفسه، لن يتغير مقدار المجال أو اتجاهه. لكن مين اللي كان عم بتغير اللي حكينا قبل؟ هي القوة، القوة للشحنة الموج السالبة، القوة للشحنة السالبة عكس اتجاه مجالها. نيجي السؤال اللي بعده. هيك وصلنا لنهاية درسنا. هي واجب 3 أسئلة، منها من الكتاب أو منها من الأسئلة الوزارية. إذا نلتزم بحلها إن شاء الله ونسلمها بالموعد. يعطيكم العافية، أتمنى أنكم استفدتوا من درسنا. مع مس منال عبد الهادي، مدرسة خالدة الثانوية للبنات، تحية لكم.